السلام عليكم. معنا اللواء البطل أحمد المنصور، الطائر المجنون. ممكن توصف لنا شعورك ايه بالانتصار اللي حضرتك عملته؟ اولا صباح الخير وتحيا مصر يا مريم الزهرة. ربنا ان شاء الله يديم شباب مصر ويديهم الصحة ويمكنهم من ان هم يرفعوا الراية ويشيلوا مصر فوق كتابهم وفوق راسهم، لان احنا سلمنا لهم الرايات مرفوعة وسيناء وارضنا بالكامل المحررة، والحمد لله والخير قادم لا محالة على ايديكم يا شباب مصر. وانا مش مجنون، انا مجنون بحبك يا مصر وحب تراب الارض وبحب بلدي. علشان كده انا اتجننت على اليهود وجننتهم وقطعنا زراعهم ومرغنا انفهم في التراب، وقدرنا ان احنا ننتصر عليهم في اول انتصار لمصر والعرب على اسرائيل من اربع حروب مضت من 48 و56 و67 ونهايه بحرب الفخار. وانا افخر ان الاسرائيليين اطلقوا علي هذا اللقب، لان دي شهاده غير مجروحه من عدو قوي. دول منتخب العالم جايين من كل حته عشان يحاربونا، واحنا انتصرنا عليهم، وانا افتخر ان انا جننتهم وحجننهم، واللي هيقرب منك يا مصر تاني هنقطع رقبته ومحدش هيقدر يقرب عليك يا مصر، لان مصر اصبح لديها درع وسيف ومسترال ورفال وسيسي، واللي عنده كلمه يلمها. شكرا لحضرتك البطل شكرا لحضرتك اللي هو البطل احمد المنصوري. وافتخر ان انا اسرائيل ادتني هذا اللقب، لان دي شهاده غير مجروحه من عدو قوي، وانا قدرنا ان احنا ننتصر عليه، وان شاء الله الخير قادم لا محاله يا شباب مصر، و100 الف تحيه. تحب تنصح ايه شباب الجيل الايام دي؟ انتم ظروفكم احسن مننا في جميع المجالات، تكنولوجيا وصحه وتقدم في البلد غير مسبوق، اللي اتعمل في مصر في التسع سنين اللي فاتوا دول ما اتعملش في 100 سنه. فانتوا هتشيلوا المسؤوليه وانتوا قدها وانتوا احسن مننا، وان شاء الله ربنا هيوفقكم والخير قادم لا محاله. شكرا لحضرتك. شكرا يا زهر.